أوطاننا العربية على طول بتثبت إنها زاخرة بكل ما هو جميل وكل ما هو مبدع. مستمرين في ملتقى شباب العالم ونتحدث هذه المرة عن الأردن ومشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، فقد شارك أيضا في عام 2019 نيابة عن والده جلالة الملك واستمرت مشاركته لهذا العام. الحقيقة وده كلام جميل جدا، هأخذكم كمان إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد له عدة مبادرات هامة طول الوقت، وده من خلال مؤسسة ولي العهد، من ضمنها مبادرة حقق التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية في التعاون بشكل كبير، وده مهم جدا لأنه هذه المبادرات كمان بتقدم للشاب كده يعني الإحساس بأنه يقدر يحقق ما يتمناه من مشروعات، من أفكار، من أشياء يقدمها سواء في بلده مثلا في الأردن، أو هذه المبادرات أيضا من خلال ما تقدم في الأردن تنطلق إلى العالم. وكمان هناك مبادرة خاصة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء الأمريكية ناسا لمنح الشباب الأردني فرصة نادرة للتدريب في هذه الوكالة، حيث ألهمت هذه المبادرة أول فوج من المتدربين الأردنيين الشباب إلى تأسيس برنامج كيوب سات الذي سيتم من خلاله العمل على تصميم وإطلاق أول قمر صناعي مصغر في المملكة يحمل اسم JY1 سات، وذلك تخليدا لذكرى الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وأيضا من أهم المبادرات في هذا الملتقى العالمي، واحدة من أهم المبادرات سمع بلا حدود التي تهدف لزرع أوقعات للأطفال الذين يعانون من الصم وتوفير التدريب والتأهيل الملائم للمستفيدين منها. هذه الأشياء هي بادرة خير بالنسبة للبلدان العربية وأيضا البلدان العالم. عندما نشاهد هذه المقترحات الجديدة والاطلاع الجديد والتطور الجديد خاصة في القضايا الطبية وخدمة من يعانون من قضية فقدان السمع أو النظر وكل هذه الأشياء. طيب اسمعوا لي بقى، انا يعني هعود معاكم لعام 2015 وهنشوف سمو ولي العهد ماذا قدم. ترأس الحقيقه سمو ولي العهد في عام 2015 جلسه مجلس الامن في الامم المتحده لمناقشه دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحه الارهاب، والقى سموه فيها كلمه الاردن، حيث كان سموه في هذا الوقت الاصغر سنا في تاريخ الامم المتحده الذي يترأس مجلس الامن. وده اللي بيدينا احساس النهارده وجود سمو يعني ولي العهد في هذا المنتدى، هو وجود مكمل لكل المبادرات ومكمل بانه يعني ينضم الى الشباب من كل بلدان العالم. الحقيقه صحيح كان وجود رائع وجميل. صحيح يا شفكي، والأهم من ذلك أنه هو رسالة، يعني اليوم ملتقى شباب العالم كان يحمل رسالة مميزة وهي أن اختلافنا أساس تميزنا، أساس البناء، أساس التنمية، أساس هذا التآلف في العالم الذي سيدعونا إلى الاستمرارية وإلى التفوق وإلى التميز. ومشاركة ولي العهد الأردني في شرم الشيخ هي رسالة بمشاركة الشباب العربي، تبادل الخبرات وسماع وجهات نظر الشباب في المستقبل القادرين على التغيير والأفضل في التغيير. خلونا نشوف هذا التقرير عن مشاركة الأردن في شرم الشيخ وفي ملتقى شباب العالم. بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جاء افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. المشاركة الملكية في المنتدى تؤكد حرص سموه لحضور هذه الفعاليات الشبابية الدولية التي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني. ويسعى المنتدى الذي يشارك فيه خبراء ومختصون ونحو 3000 شاب وشابة من مختلف دول العالم، بينهم 28 مشاركا من الأردن، للخروج بتوصيات وسياسات قابلة للتنفيذ تعكس طموحات الشباب من خلال منصة للحوار وأداة لتبادل الرؤى بين الشباب وصناع القرار في العالم بشرم الشيخ المصري.
ويلتقي الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء في المنتدى لتبادل الرؤى والأفكار حول محاور متنوعة تتعلق بتداعيات فيروس كورونا وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال والتحول الرقمي والدراسة عن بعد ومستقبل الطاقة والعمل معا على تجاوز مختلف التحديات وإنهاء الأزمات الراهنة من أجل الإنسانية وإحلال السلام. وعرضت نماذج شبابية مؤثرة من مختلف دول العالم قصص نجاحها وأبرز التحديات التي تواجهها، كما استمع الحضور في حفل الافتتاح إلى رسائل متلفزة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس مجموعة البنك الدولي. ويعد المنتدى حدثا سنويا عالميا تحت رعاية الرئيس المصري، وانطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية، حيث تم استضافة أكثر من 15,000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم كمنصات دولية لمناقشة قضايا الشباب.